الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن سار على هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأسأل الله تعالى أن يجعلها ثقلا في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحقيقة المرء يسعد بتوفيق الله عز وجل لهذه الأمة، فهذه الأمة الشريفة أعلى الله منارها وزكى الله اسمها وأنار الله قلوب أبنائها، لا زال الأعداء يحيطون بها يواصلون الليل والنهار تفكيرا في تدميرها تربصا بها، لا يريدون لها خيرا، لا يريدون لها ذكرا، لا يريدون لها إسلاما ولا التزاما ولا استمساكا، ويبذلون في ذلك ما لا يمكن أن يتصور من الأموال والأوقات، أوقات كثيرة وأموال غزيرة، هذا كله مصروف لصرف هذه الأمة المحمدية عن سبيل ربها. ولكن الله تعالى أبتدى هذه الأمة ووفق شبابها وأبناءها، ولا زلنا نرى هذه الوجوه النضرة التي تولي وجوهها شطر ربها، ولا نزال نرى هذه القلوب التي تمتلئ حبا لهذا الدين وحرصا على هذا الدين وحبا لهذا الدين. فالله تعالى أسأل أن يزكي قلوب أبناء هذه الأمة، وأن يزيدهم استمساكا وفضلا، وأن يصرف عنهم غوائل السوء، وأن يثبتهم على طريقه، طريق الإسلام والالتزام. أيها الأحباب الكرام، حديث مبارك شريف أجعله في صدر مجلسنا ذلك، أسأل الله تعالى أن يعطر مجلسنا هذا بذكره، وألا ينصرم هذا المجلس إلا برضائه عنا ونظره إلينا وتجاوزه عن ذنوبنا وما أكثرها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وهو صحيح، من حديث جبير ابن نفير قال: حدثني عوف ابن مالك الأشجعي قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع الله تعالى فيه العلم، هذا أوان يرفع الله تعالى فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يسمى زياد ابن لبيد بفتح اللام، فقال: يا رسول الله، أيرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ أيرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ وفي رواية أخرى: يا رسول الله، أيرفع العلم ونحن نقرئ نساءنا وأولادنا القرآن؟ ونحن نقرئ نساءنا وأولادنا القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من فقهاء أهل المدينة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله تعالى. قال جبير
ابن نفير، فانطلقت فلقيت شداد ابن أوس، فقلت أو سمعت ما قال عوف ابن مالك؟ قال وما قال؟ فذكرت له ما سمعت، قال لقد صدق. ألا أنبئك يا جبير بأول ذلك يرفع؟ أي بأول شيء يرفع من العلم؟ قال ما هو؟ قال الخشوع، حتى لا ترى لله خاشعا. نسأل الله تعالى العافية. هذا الحديث المبارك حديث جليل، حديث جليل. نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السماء، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا لم يلتزم بما معه من علم ويعمل بما معه من علم فإن الضلال يصيبه. الضلال عدم الاهتداء، الضلال عدم الاهتداء. ويطلق الضلال أيضا على معنى التيه، على معنى التيه، ومنه يقال ضل السمن في الطعام. ما معنى ضل السمن في الطعام؟ عندما تأتي بأرز مطبوخ ثم تجعل فيه قطعة من سمن وتحرك هذا السمن في الأرز، ما الذي يحدث؟ هل يمكن أن تجد أثرا لهذا السمن؟ إيه اللي بيحصل في السمن؟ بيتوه في وسط الطعام، بيتوه في وسط الطعام حتى ينمحي أثره. كذلك بالنسبة لليهود والنصارى، أعطاهم الله تعالى التوراة والإنجيل، فجعلوا التوراة والإنجيل خلف ظهورهم ولم يلتفتوا إليه، سبحان الله. فالتوراة التي كتبها الله تعالى لموسى ليست هي التوراة التي في أيدي اليهود. التوراة التي في أيدي اليهود ليست هي الكتاب الذي كتبه الله وأنزله الله على موسى. عندهم ما يسمى بالتلمود، وعندهم أيضا المشنة. هذان الكتابان عبارة عن تفسيرات واجتهادات العلماء والأحبار اليهود لبعض النصوص، لكن أين التوراة؟ أين التوراة؟ كتاب موسى الذي أمر الله تعالى اليهود أن يتحاكموا إليه، أين هو؟ غير موجود، غير موجود. فضل اليهود، ضل اليهود. أما النصارى فحدث ولا حرج. كان المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في بلاد فلسطين، ثم تنقل في بعض البلاد القريبة، ثم رفعه الله تعالى إليه بعد أن كادوا له ولم يقتل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليعود في آخر الزمان حكما عدلا يحكم بشريعة الإسلام. هذا عيسى بن مريم، عيسى بن مريم من عقيدة المسلمين. وهذا أمر تواترت به الأحاديث أنه يأتي في آخر الزمان حكما عدلا قسطا يحكم بشرع الإسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقيم الشريعة، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. عيسى بن مريم خلف بعض التلاميذ، خلف بعض التلاميذ. هؤلاء التلاميذ انتشروا في بعض البلدان، العراق، أردن، فلسطين، إلى غير ذلك. ثم توفي هؤلاء التلاميذ وأتى بعدهم أناس، بينهم وبين المسيح قرون، قرون. هؤلاء الأناس كان فيهم ما فيهم، منهم من كان يتظاهر بحب المسيح الاستمساك بما هو عليه، ومنهم من كان صادقا في ذلك. كل واحد من هؤلاء الأحبار
ومن هؤلاء العلماء كتب كتابا وسماه إنجيلا لغاية سنة 340 ميلادية. كان عدد الأناجيل الموجودة أكثر من 100 إنجيل، أكثر من 100 إنجيل. واجتمع النصارى في محفل مقدس كما يسمونه في سنة 340 ميلادية، أي في القرن الرابع الميلادي، واتفقوا على 4 أناجيل فقط، ثم أنكروا بقية الأناجيل. هذه الأناجيل أيضا تفسيرات الأحبار والرهبان، تفسيرات الأحبار والرهبان، فيها ما لم يشرعه الله عز وجل، فيها تحليل ما حرم الله، وفيها تحريم ما أحل الله. ومصداق ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، عندما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. قال عدي: ما كنا نعبدهم يا رسول الله، ما كنا نعبد العلماء والأحبار والرهبان، ما كنا نعبدهم يرحمكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. ولو قارنا بين اعتقاد اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل باعتقادات الوثنيين من البراهمة وإلههم اسمه كرنشا، والبوذيون وإلههم بوذا، لوجدنا التطابق الشديد بين اليهود والنصارى وبين الوثنيين الذين سبقوهم، وبين الوثنيين الذين سبقوهم، سبحان الله. وهذا مصداق قول الله عز وجل: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. يضاهئون أن يشابهون ويشاكلون ويماثلون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى مع ما معهم من كتاب الله، تركوا كتاب الله خلف ظهورهم، سبحان الله، تركوا كتاب الله خلف ظهورهم واتبعوا كلام غير الله، لم يتبعوا الشرع المنزل، وإنما ابتدعوا شريعة ارتضوها فيما بينهم، جعلوها أساسا لهم، صرفوا إليها مودتهم، وجعلوا من أجلها معاداتهم، فذمهم الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضلالتهم مع ما معهم من كتاب الله. طيب، فقال رجل من الأنصار، رجل من الأنصار يسمى زياد ابن لبيد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نسمع أن تصلّى نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أيرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ يعني إيه وقد أثبت؟ في اللغة تقول: أثبت فلانا إذا ضربته ضربة لم يتحرك به. ومنه تقول: قاتلت فلانا حتى أثبته. أثبته يعني إيه؟ أي جعلته جثة لا حركة فيه. وسمي الأمر الذي لا تردد فيه أمر ثابت، أمر إيه؟ ثابت لا تردد فيه، لا يقبل أن يتحرك لا يمين ولا شمال، أمر ثابت. يبقى يا رسول الله أيرفع العلم؟ يرفع العلم وقد أثبت، أي صار العلم واضحا بينا، صار العلم واضحا بينا، وأنت يا رسولنا صلى الله عليه وسلم موجود بين ظهرانينا،
تعلمنا، تزكينا، توجهنا، تؤدبنا، تلاحقنا بموعظتك، تزكينا بعطر حديثك، فكيف يرفع ذلك العلم يا رسول الله وقد صار ثابتا قويا واضحا بينا؟ واللفظ الآخر، كيف يرفع ونحن نقرئ القرآن نساءنا وأولادنا؟ مسألة مهمة جدا، أن البيوت بدل ما تشتغل على الأغاني، وبدل ما يشتغل فيها الأغاني يشتغل فيها الإيه؟ القرآن. يا حبذا لو كل أخ يجعل له وردا يقرأه في بيته إن اتسع له وقت، ويا حبذا كل زوجة تحاول أن تقرأ وردها، تجمع الأولاد وتقرأ القرآن، والأولاد ينظرون إلى أمهم وهي تقرأ القرآن. المشكلة أن هذه الأيام الأولاد لا ينظرون إلى الأم إلا وهي تطبخ، بتغسل المواعين، بتنشر الملابس، بتكنس البيت، وبعدين ضيقة الصدر، عالية الصوت، مترددة، متوترة، هذه الصورة الوحيدة التي يرى فيها الأولاد الأم، سبحان الله. وبالتالي بتثقل الأم القدوة بمر الوقت، ويتجرأ الأولاد على أمهم، يتجرؤون عليه لأنها لم تصر قدوة لهم. لكن لك أن تتصور إن الأم، والأم دورها أخطر من دور الأب في البيت، لا سيما في هذه الأزمان التي صار فيها الرجال مشغولين، مكدودين، متعبين، مجهودين، يصلون ليلهم بنهارهم طلبا للأرزاق. نسأل الله تعالى أن يبارك في أرزاق المسلمين يا رب. فالأم دورها عظيم، لابد الأم أن تكون قدوة صالحة في البيت. البيت لابد أن يكون مؤسسة تربوية لا معلفا، لا معلفا. إن بيوتات المسلمين الآن صارت معالف، معالف تعلف الأولاد فقط، ولكنظات ينام فيها الأولاد. لكن أن يكون البيت مكانا شريفا طاهرا متزنا مستقرا ينعم الأولاد فيه بروح الديانة، هيهات 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 هيهات. ولذلك تجد القلق والاضطراب، وتجد أن الأولاد دائما لا يتأثرون بآبائهم ولا أمهاتهم. من أجل ما؟ من أجل ما؟ من أجل هذا الأمر. إذا لابد أن تعود بيوتات المسلمين إلى سابق عهده، إلى سابق عهدها. لابد أن نشعل النور في بيوت المسلمين، وأعظم مشعل يشعل نورا في بيوت المسلمين القرآن الكريم. قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. فأحيانا يمكن أن تجد البيت في التسجيلين والثلاثة والأربعة وما فيش شريط قرآن يقرأ في هذا البيت، سبحان الله. طبعا الزوج يعتصر أسر، لكن ماذا يصنع الزوج؟ المشكلة كلها في رأس هذه الزوجة المقصرة، في رأس هذه الزوجة المقصرة التي ظنت أن واجبها هو أن تطعم الأولاد وأن تغسل ملابسهم وأن تغسل المواعين والمطبخ وما إلى ذلك. دي مسألة لابد أن تعدل أيها المسلمون. إذن اللفظ الثاني، يرفع العلم إزاي ونحن نقرئ القرآن لنسائنا وأولادنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من فقهاء أهل المدينة. يعني الأمر يحتاج إلى بصيرة أعظم من ذلك، ودقة أفضل من ذلك، لأن الرجل قد يؤتى علما ولكن يقع في الضلال، وبقدر ما تقع منه المخالفة بقدر ما يقع في الضلال. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو ذر لأحد الصحابة: يا ابن السوداء، شتم عيره بأمه، قال له: يا ابن السوداء. والحديث صحيح.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك، فيك إيه؟ جاهلية. إذا الصحابي جليل وعلم كبير من معالم الخير ونبع عظيم من منابع العلم، ولكن قد يقع في مخالفة، قد يقع في مخالفة، ما الضير في ذلك الأمر؟ ولذلك باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، مفتوح لمن أسرف أو تلبس بمعصية، فعليه أن يسارع بالتوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك لأحسبك من فقهاء أهل المدينة. هذا الحديث سمعه، سمعه من؟ جابر بن نفير من عوف بن مالك، فانطلق به إلى شداد بن أوس: يا شداد، هل سمعت ما قاله عوف وما قال؟ حدث. قال: لقد صدق، أي لقد صدق فيما قال. ثم قال له شداد: ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ أي بأول شيء يرفع من العلم. قال: ما هو؟ قال: الخشوع، حتى لا ترى لله خاشعا. مسألة خطيرة جدا، إن الإنسان يزداد فيها بعلمه، ويزداد ضلالا بعلمه، ويزداد كبرا بعلمه. أمر عجيب شأن هذا العلم، أمر عجيب جدا. العلم، العلم كالماء الطيب الطاهر المبارك الذي ينزل من السماء. عارفين الماء الجميلة، ماء المزمل، ماء المطر الذي ينزل من السماء، هذا هو العلم. العلم ينزل على شجرة التفاح تثمر تفاحة طعمها جميل، في التفاح الأحمر والأصفر، وطبعا تفاح البلد المصري اللي هو الأخضر، ها؟ في كل الأنواع. وهناك نبت مثل حنظل ينزل عليه الماء فيخرج إيه؟ حنظلة، حنظلة. ما طعمها؟ إنه شديد المرارة، شديد المرارة، هذا صعب جدا. وهذا يسقى بماء، وهذا يسقى بالماء نفسه، ولكن سقط الماء على شجرة الحنظل فأخرجت حنظلة شديدة المرارة، ونزل الماء نفسه على شجرة التفاح فأخرجت تفاحة جميلة طيبة المدى، والماء واحد يسقى بماء واحد. وكذلك القلوب ينزل عليها العلم، فهناك قلب ينفتح للعلم، ينفتح للعلم ويخشع للعلم ويغسل بالعلم، فيلين بالعلم ويخشع بالعلم ويتواضع بالعلم. وهذا ما عناه ربنا سبحانه فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. عرفت بقى إزاي؟ إنما يخشى الله إيه؟ من عباده من؟ العلماء. يبقى الذين وقع العلم في قلوبهم فأثر في هذه القلوب، تهذبت أخلاقهم، لانت طباعهم، حسنت سلوكياتهم، فكانوا متواضعين. فهؤلاء من أفضل الناس ومن أسعد الناس حظا بالعلم. والطرف الآخر يطلب العلم ليزداد به فخرا أو تيها أو كبرا أو وجبا والعياذ بالله. ولذلك يقول الشاعر: والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فيتبع عليه ينزل عليها المطر، المطر يعمل ايه في التبع العالية؟ يدكدك، مش كده؟ يدكدك. سبحان الله، يقول لك ان مجرى النيل منذ الاف السنين المية هي التي حفرت مجراها باذن الله،
المطر بينزل على المرتفعات في أوساط إفريقيا وفي أوغندا وفي إثيوبيا، ينزل المطر بكثافة على رؤوس الجبال، فينزل على رؤوس الجبال بيحفر له الايه المجاري بتاعته بإذن الله عز وجل إلى أن يأتي إلى مصرنا بأمر الله عز وجل. سبحان الله. إذا المية دي بتاكل في الصخر، بتهد الصخر، بتهد الجبل. ولذلك كما قلت لكم، والعلم حرب للفتى المتعالي. إذا الإنسان كلما ساءت أخلاقه وتغيرت طبائعه وكان متكبرا معجبا بنفسه، هذا العلم يكون ضررا ووبالا عليه، ضررا ووبالا عليه. ولذلك كان التلاميذ قديما يطلبون من مشايخهم قبل العلم، يطلبون منهم ماذا؟ الأدب. ده مشكلة عظيمة جدا، إن التلاميذ في هذه الأيام يجري يريد أن يخطف العلم خطفا، يخطف ويجري، ولكن لا يريد أن يتعلم الأدب. وهذه مسألة عظيمة لعلي أفرد لها درسا إن قدر الله تعالى ذلك. محصلة القول بأن العلم هذا شريف مبارك يستفيد منه صاحب القلب الخاشع المخبت المنيب إلى الله عز وجل. ولذلك يجب علينا أن نعرف ما معنى العلم في محاضرتنا تلك، نعرف ما معنى العلم وما أقسام العلم. وبعدين نعرف كمان حاجة، لماذا نطلب العلم؟ مسألة مهمة جدا، الناس كلها هذه الأيام عايزين نطلب العلم، لماذا نطلب العلم؟ وبعدين آخر نقطة، إلى متى نطلب العلم؟ إلى متى نطلب العلم؟ النقاط دي مهمة ولا مش مهمة؟ يعني رأيكم كده نتكلم فيها؟ نتكلم فيها إن شاء الله؟ توكلنا على الله. ما معنى العلم؟ يقولون بأن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذا عندنا إدراك وعندنا يقين. إذا العلم لابد فيه من حاجتين، الإدراك إلى المعرفة، واليقين أي دفع الشك. دي مسألة مهمة جدا في العلم، إدراك الشيء، تحصيل الشيء ومعرفة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. لو سألت واحد قلت له متى غزوة بدر، يقول لي في السنة الخامسة للهجرة، ما رأيكم في هذه الإجابة؟ هو أجاب ولا لم يجب؟ هو أجاب. هي غزوة بدر في السنة الخامسة يا إخواني؟ أمال السنة كام؟ ها؟ الثانية. طيب هو لما قال غزوة بدر في السنة الخامسة، يبقى هو كده تكلم بعلم ولا بغير علم؟ بغير علم. طيب لماذا قلت بأنه تكلم بغير علم؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه لم يحصل الشيء بطريقة صحيحة فأخطأ المعلومة. طيب لو قال لك والله غزوة بدر ديت إما في السنة الثانية أو السنة الثالثة، الشك ده أو التردد ده، هل قوله بذلك يسمى علما؟ لا، لا يسمى علما. طب لو قال لك لا أدري، مش عارف، لا أدري، هل قوله ذلك يعد علما؟ لا. لو قالت أنها كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصاب أم أخطأ؟ أصاب. إذا المعلومة دي تسمى إيه؟ تسمى علم، لأنه أدرك هذا السن أو هذه السنة إدراكا صحيحا لا تردد فيه. طيب العلم ده يا إخواني، العلم له أقسامه، العلم له أقسامه، له أقسامه باعتبار ما يوصلك إلى الله. هناك علم يوصلك إلى الله،
وهناك علم يصرفك عن الله، هناك علم يوصلك بالله، وهناك علم يصرفك عن الله. العلم اللي يوصلك إلى الله هذا علم ممدوح، هذا علم ممدوح. والعلم الذي لا يوصلك إلى الله يسمى علم إيه؟ مذموم. يبقى عندنا في علم ممدوح وعلم مذموم. مثال لهذا ومثال لهذا، لو قلنا علم مثل علم التفسير، إن الإنسان بيقرأ في كتب التفسير حتى يعرف معنى الآية فيقرأها فيتدبرها فينفعل بها فيخشع عند قراءتها، إذن العلم ده وصلك إلى الله ولا صرفك عن الله؟ وصلك بالله. إذن علم ده علم إيه؟ علم ممدوح. طب علم تاني، علم مذموم، حاجة مثل الرقص. الرقص ده علم له قواعده وله فنونه، وهناك أكاديميات ومدارس، مدارس ثانوية وأكاديميات بتعلم هذا العلم، بل في هناك طلبة متخصصين وطالبات بياخدوا فيها درجة الدبلوم، دبلوم في الرأس وماجستير في الرأس ودكتوراه في الرأس. إيه المادة؟ ده علم. لكن العلم ده هو بيوصل ربنا؟ لا، لا يمكن، بل هو علم مذموم منهي عنه. إذا هناك علم يوصلك إلى الله يبقى علم إيه؟ ممدوح. وهناك علم ما بيوصلكش إلى الله هو علم إيه؟ مذموم. عرفنا ديت يا إخواني؟ عرفنا ديت؟ يبقى باعتبار ما يوصلك إلى الله علم بيوصلك وما بيوصلكش. العلم اللي يوصلك يبقى علم إيه؟ ممدوح، زي علم التفسير، علم الفقه، علم التوحيد، هذه كلها علوم توصلك إلى الله. أما العلوم زي علم السحر وزي علم الجن وزي علم الرأس وعلم التمثيل، هذا كله من جملة العلوم التي تقطعك عن الله، هي علوم مذمومة. طيب العلم الممدوح ده هو العلم الممدوح ده أيضا يمكن أن نقسمه إلى قسمين. هذا العلم الممدوح يمكن أن نقسمه إلى قسمين: علم تطلبه لذاتك، وعلم تطلبه ليكون وسيلة إلى فهم غيره. يبقى علم تطلبه لذاته زي علم التوحيد، تطلبه لذاته، انت بتقرأ في علم التوحيد حتى تعرف ربك فتوحده وتحبه وتوقره وتعظمه، اذا انت تطلبه لذاته. وهناك علم انت تطلبه حتى توظفه لفهم غيره، مثل علم اللغة. علم اللغة لا يطلب لذاته، علم اللغة لا يطلب لذاته. وعندما أقول علم اللغة لا يعنى به دراسة النحو والصرف، فعلم النحو من جملة اللغة وعلم الصرف من جملة اللغة، فاللغة أوسع، اللغة أوسع من النحو والصرف. هناك الدلالات وهناك المعاجم وهناك الأصوات وهناك الأساليب والتراكيب، فهذا كله من جملة اللغة. فعندما أدرس اللغة، أدرس اللغة لماذا؟ لكي أعرف بها ترتيب نظم الكلام في القرآن وفي السنة، وهذا يفيدني في استنباط الأحكام وتصور المعاني، فهذا كله مفيد. إذن يجب على الفقيه أو على الأصولي الناظر في الأدلة الجزئية أو الكلية، الناظر في الكتاب والسنة، الفقيه أو الأصولي الناظر في الكتاب والسنة ليستنبط القواعد الأصولية أو يستنبط الأحكام الشرعية، يجب عليه أن يكون متضلعا، أي أن يكون إيه؟ عالما باللغة.
إذن هو بيطلب اللغة عشان اللغة هتوصله لحاجة تانية، كما يقولون اللغة حمار تبلغ بها مقصدك. بيقولوا كلام اللغة زي الحمار بتوصل بها إيه؟ للمقصد اللي أنت عاوزه. إذن اللغة لا تطلب لذاتها، وإنما تطلب كي تكون وسيلة لغيرها. ولذلك اللغة بيسموها من علوم الآلات. من علوم الإيه؟ الآلات. يعني إيه من علوم الآلات؟ أنا بعزق بالفاس من أجل الفاس ولا من أجل حفر الأرض؟ حفر الأرض. إذن حفر الأرض الآلة بتاعته ليه؟ الفأس. الآلة بتاعته الفأس. طيب أنا بسافر بركب المنصورة القاهرة مثلا السيارة، إذن آلة السفر هي ليه؟ هي السيارة. إذن السيارة ليست مقصودة لذاتها، ولكن هي وسيلة لغيرها. العلوم التي هي وسائل لغيرها تسمى علوم آلة. علم اللغة، علم الأصول، علم المصطلح، هذه كلها علوم آلة. أما العلوم التي تطلب لذاتها، من أفضل هذه العلوم هو علم التوحيد. علم التوحيد يطلب لذاته، علم الفقه يطلب لذاته، يطلب لذاته. ومعظم العلوم تكون خادمة لحصول المقصود وهو معرفة الله. يعني يمكن أن تعرف الله عز وجل من خلال أي علم. يعني مثلا علم مثل علم الطب، لبعض الناس بيظن أن قسمة العلوم خاصة بالعلوم الشرعية فقط، ده خطأ. العلوم الكونية أيضا تدخل في هذه القسمة. علم الفلك، علوم الطب، بقول علوم الطب مش علم الطب بس، علوم الطب متعلقة بالعظم والجلد والأعصاب والتشريح وكل هذه العلوم. علوم الهندسة، علوم الفضاء، علوم البحار، علوم الجيولوجيا ودراسة طبقات الأرض. بل إن العلوم الاجتماعية والإنسانية يمكن أن تندرج في ذلك الأمر. كل علم أوصلك بالله فهو علم إيه؟ ممدوح. كل علم أوصلك بالله فهو علم ممدوح. ممكن طبيب بيشتغل في المهنة بتاعته فينظر كده فيعالج مريض، يضع يده على المرض فيتأمل الخلايا المصابة بهذا المرض، فيرى هذه الخلايا من الذي أصابها ومن القادر على دفع هذه الإصابة. يقعد يفكر في هذه المعاني فلا يجد إجابة تملأ قلبه إلا أن يقول ربي الله. إذن يمكن أن يعرف الله عز وجل من خلال الطب، وأن يحب الله تعالى من خلال الطب، وأن يعظم الله من خلال الطب. وما قلته هنا يقال في كل نظير، في الهندسة، الكمبيوتر، الجيولوجيا، الرياضيات، الفلك، البحار، الجبال، إلى غير ذلك. إذن يجب على طالب العلم أن يقول هذا العلم سيوصلني بالله أم لا، هذا العلم سيوصلني بالله أم لا، العلم ده هو هيوصلني ربنا ولا يحجبني عن ربنا. فإن أوصلك بالله، فإن أوصلك بالله فاسعد، فاسعد واستبشر خيرا، واستبشر خيرا. طيب أيضا العلم النافع المذموم، العلم المحمود حاجة من اثنين: إما أن تعمل بما علمت، وإما ألا تعمل بما علمت. يعني إيه أعمل؟ العمل بيشمل حاجتين، بيشمل الامتثال، اثنين بيشمل النشر. العمل بالعلم بيشمل معنيين: المعنى الأول الامتثال، الامتثال اللي هو الطاعة، المعنى الأول الطاعة، المعنى الثاني النشر اللي هو الدعوة. إذا العمل بيشمل حاجتين، الحاجة الأولانية، الحاجة الأولانية الطاعة،
الحاجة الثانية ليه؟ الدعوة. الدعوة، فكل شيء عرفته يجب عليك أن تطيع الله فيه وأن تدعو غيرك إلى هذا الشيء. إذا فعلت ذلك يكون ذلك العلم علما نافعا. كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع. إذن ده هو العلم النافع. طب العلم غير النافع له إيه يا إخواني؟ أن تعلم الشيء لكن لا تعمل به ولا تدعو إليه، لا تعمل به ولا تدعو إليه. ولو دعوت إليه أنت لا تعمل به، أي أنت لا تطيع ربك فيه. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا أي عرفنا، وأطعنا أي إيه؟ امتثلنا. إذا لابد من المعرفة وأن يكون مع ذلك إيه؟ الطاعة. ولذلك قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. هذه الآية الشريفة بوب عليها البخاري في كتاب العلم فقال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. العلم الذي يجمع صاحبه فيه بين طلب الحق في المسألة ثم بعد ذلك يطيع ربه عز وجل بعد معرفة وجه الحق فيها، ثالثا يدعو غيره إليها، هذا العلم يكون علما نافعا، يكون علما نافعا. مثلا رجل في مكان لا يعرفون فيه الوضوء، والوضوء عندهم أن يأتي بحفنة من الماء يرمي بها وجهه ثم يضع رجليه تحت الماء ليغمسهما فيه وانتهى الموضوع على ذلك. الجهال لا يعرفون كيفية الوضوء. ثم قدر الله تعالى أن أحدهم أتى إلى ديار المسلمين فرآهم يتوضؤون، يسأل: ماذا تصنعون؟ يقولون: نحن نتوضأ. تتوضؤون؟ نحن نتوضأ هكذا عندنا في بلاد الإسكيمو مثلا، إن وضوءنا مثلا غسل اليد والوجه والرجلين فقط. هل هذا الوضوء هو الوضوء الشرعي؟ نعم. ونعلم كيفية الوضوء الشرعي. عندنا حديث عثمان، حديث علي، حديث أبي، حديث أبو هريرة، هناك ما يقرب من 8 أو أكثر من الصحابة كلهم حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرفه ونقول له الأخبار دي، ها، ونطبق له عملي: هات مية وهات الطشت، يلا اتفضل. نعلمه كيفية الوضوء ليه؟ عمليا. وهذه الطريقة الصحيحة كما فعل عثمان عندما أتى بماء فقال: سأخبركم بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ من الإناء على لي حتى غسلهما ثم بعد ذلك توضأ، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، أو كما قال. طيب الرجل الذي علم كيفية الوضوء الصحيح هيعمل إيه؟ مطلوب منه حاجتين: الحاجة الأولية إن هو يطبقها، إن هو يطبقها. الحاجة الثانية إن هو يعمل فيها كمان يا إخواني، إن هو يعلمها الناس. طب هو لو طبقها وعلمها الناس يبقى هو كده طلب علم يا ترى نافع وانتفع به ولا لم ينتفع به؟ انتفع بهذا العلم. وهكذا في كل نظير، في كل نظير بقى، في كل نظير. افترضنا مثلا واحد بيرى أنه لا بأس مثلا للرجال أنهم يحلقوا لحاهم مثلا،
وإن حلق اللحية ملمح من ملامح التمدن والحضارة والعصرية. وبرضك لا بأس برضك يكون جنتل ورجل يعني أفندي مختار. وبعدين الناس قالوا له لا، ففي هناك أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتأمر بإطلاق اللحية. مش معقول، لا يمكن. أحاديث عن النبي فيها أمر إطلاق اللحية؟ نعم. زي إيه؟ زي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المجوس أطلقوا اللحى وجزوا الشارب. بألفاظ هذا الحديث: أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أزلوا اللحى. ألفاظ هذا الحديث. والله ما سمعت هذا الحديث. فبيعمل إيه؟ علي أولا أن يطيع الله فيما سمع. يعمل إيه؟ يطلق لحيته. الحاجة الثانية يعمل يا إخواني، يدعو غيره لذلك الأمر. لو عمل الكلام ده يبقى الأحاديث التي سمعها وعرفها في إطلاق اللحية بالنسبة له تسمى إيه؟ علم نافع. بالنسبة له تسمى إيه؟ علما نافعا. وهكذا في كل نظير، هكذا في كل نظير يمكن أن يكون العلم نافعا. وكل الأحاديث الواردة في فضل العلم والعلماء إنما هي في هذا النوع من العلوم اللي هو العلم الإيه؟ النافع. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين إيه؟ أوتوا العلم درجات. أوتوا العلم إيه؟ درجات. وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وإيه؟ ويا إخوان وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن أولو العلم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، بالفعل لا يستوون، هيهات، وشتان بين هذا وذاك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء. والألف واللام للعهد، ويمكن أن تكون لما يسمى بلمح الصفة، أي العلماء الموصوفون بصفة الحرص على العلوم النافعة فيعملون بها ويدعون إليها. طيب، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، العلم اللي خلفه الأنبياء وورثوه غيرهم. يا ترى العلم ذا نوعه إيه؟ هو العلم النافع، العلم النافع. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، لا يصلون على معلمي الناس الخير. إذا تعليم الناس الخير هذا ممدوح وأمر مطلوب ولا بد منه. طيب، لو كان العلم في ذاته علما ممدوحا وأنا عرفته ولكني لم أعمل به، عند ذلك يسمى هذا العلم علما إيه؟ غير نافع. يبقى علم غير نافع. العلم غير نافع ده صاحبه مذموم، ليس مذموما باعتبار ما حصل، ولكن هو مذموم باعتبار ما قصر. إذن هو مذموم ليس باعتبار ما حصل، هو حصل علم نافع، قرأ وحفظ وجمع وتعم إلى ذلك، إذا حصل علم نافع. لكن هو قصر في تطبيق هذا العلم النافع، قصر في تطبيق هذا العلم النافع، أو قصر في دعوة الناس لهذا العلم النافع. إذن ده علم إيه؟ علم غير نافع، علم غير نافع. وهذا العلم من جنس علوم اليهود، من جنس علوم اليهود. فاليهود حصلوا علوما، حصلوها، جمعوها، عرفوها. قال الله تعالى:
فلما جاءهم ما إيه؟ ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم إيه؟ ما عرفوا كفروا به. سبحان الله، المفترض فلما جاءهم ما عرفوا آمنوا به، فلما جاءهم ما عرفوا امتثلوا له، فلما جاءهم ما عرفوا تطامنت أي خضعت قلوبهم له، فلما جاءهم ما عرفوا كانوا مقبلين على الله. لا ما حصلش الكلام ده، امال ايه؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قصه حيي بن اخطب، هذا كان من علماء اليهود، لما النبي اتى المدينه صلى الله عليه وسلم، حيي بن اخطب ومعه ابن عمه اتيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عم وقف بره، وحيي بن اخطب دخل. فلما خرج حيي بن اخطب قال ابن عمه: اهو اهو، اي هذا هو الرسول الموجود عندنا في التوراه باوصافه وامراته وعلاماته؟ حيي بن اخطب قال له ايه؟ قال: هو هو. دي بيسمى تاكيد، هو هو يعني هذا بعينه، بشحمه ولحمه ودمه وامراته وعلاماته كل حاجه. طيب طالما هو ده الرسول اللي كانوا بينتظروه، وهو الرسول الذي كانوا به يتوعدون العرب، كان الجماعة العرب لما يحصل مشكلة بينهم وبين اليهود اليهود يقولوا: طيب هتشوف آخر الزمان هيطلع نبي، وإحنا هنتبع النبي ده هو، وهندبحكم ونعمل فيكم ونعمل ونسوي، نعمل فيكم كما فعل بعاد وإرم. بيتهددوا الناس، وكانوا يظنون أن هذا النبي سيكون منهم، وده أمر عجيب جدا. يا إخواني التفتوا معي لهذه اللفتة العجيبة. اليهود معروف أنهم يحبون رغد العيش، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرك. تجد جماعة اليهود بقى عاوزين إيه؟ دايما الحاجة المترفة والنعمة والكده يعني. طيب لماذا ترك اليهود الشام بسهولها وأنهارها وجنانها؟ تركوا مصر بأنهارها وجنانها وخصبها ورزقها، وأتوا إلى جزيرة العرب القاحلة التي ليس فيها لا أنهار ولا بحار. جزيرة العرب دي شديدة الحرارة، قاحلة، فيها البأس، فيها حروب، صراعات قبلية. إيه اللي خلى اليهود يتركهم البلاد الجميلة الحلوة اللي فيها الأنهار وفيها الزراعات وفيها الأموال وفيها الغنى وفيها الخصب وفيها النعيم، ويروحهم يقعدوا في قلب الصخر؟ ليه يا إخواني؟ لأن هم قرأوا في التوراة إن في هناك نبي هيجي في هذه البلاد، فراحوا واستعمروا هذه البلاد وقعدوا في هذه البلاد في انتظار مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ودي حتة جميلة جدا. يبقى اليهود سابوا جنان الأرض وسابوا الأنهار وسابوا كل حاجة وراحوا عاشوا في الصحراء جنب العرب الأجلاف اللي هم ما يستعنوش بهم، قعدوا جنبهم وصبروا عليهم في انتظار نبي الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا، ايه اللي حصل يا اخواني؟ كفروا به. ما رايكم في اليهود؟ ما رايكم فيهم اذا؟ كفروا بهم، كفروا كفر والعياذ بالله. يبقى اذا علمهم افادهم شيء؟ لم يفدهم شيئا، بل كان ذلك العلم سببا في ضلالهم، سببا في ضلالهم ونكبة عليهم، ونكبة عليهم. ولذلك احنا في كل صلاة بنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود والنصارى. فلما حي بن أخطب خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ابن عمه: أهو هو ذي النبي اللي احنا جينا عشان خاطره؟ هل ذي النبي بأوصافه وأماراته؟ قال: نعم هو هو. قال: فما أنت صانع؟ قال إيه؟ قال: سأناصبه العذاب.
شوف يا اخواني سلوا مناصبه العذاب، يبقى هو استفاد بعلمه؟ لم يستفد بعلمه شيئا، لم يستفد بعلمه شيئا. وفد من اليهود في زيارة لمشركي قريش يؤلبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد غزوة بدر. جماعة اليهود يعني ما كانوش متصورين أبدا إن المسلمين يمكن أن يهزموا المشركين في بدر، بل إن بعضهم قبل أن ترد إليه الأخبار النهائية قال لو فعل محمد ذلك أو لو انتصر المسلمون على أهل قريش لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهره، يعني إحنا مش ما نقدرش إن إحنا نطيع هذا الرجل ولا نستحمل هذا الرجل، والعياذ بالله كبر. فلما ذهب هذا الوفد إلى أهل قريش، الجماعة المشركين بتوع قريش قال لهم أنتم اليهود أهل كتاب، أي الدينين أحب إلى الله وأزكى وأطهر، ديننا أم دين محمد؟ ماذا رد اليهود؟ ماذا رد اليهود الذين يعلمون أن هذا رسول الله؟ ماذا رد اليهود؟ أتعرفون؟ قالوا إن دينكم أحب إلى الله من دين محمد. وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ولذلك قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الايه؟ الحمار يحمل أسفار. الأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب، السفر هو الكتاب. يبقى الذي يعرف العلم ولكن لا يعمل به ولا يطيع ربه به مثله مثل الحمار الذي يحمل ايه؟ كتب وأسفار. لو في حمار ماشي من قدامنا كده وشال زجيجتين كتب، الحمار هيستفيد حاجة؟ شايل مثلا كتب، كتب حديث وكتب أصول وكتب لغة وكتب يعني كل أنواع الكتب شايل على أكتافه وماشي، الحمار بس استفاد حاجة من الكتب دي؟ ولا أي حاجة. قال الشاعر في شأن الذي يحمل شيئا لا ينتفع به كالعيس، العيس جمع عيساء، والعيساء هي الناقة الفتية القوية، كالعيس في البيداء يبطلها الظمأ، أي الظمأ العطش، والماء فوق ظهورها محمول. سبحان الله، جمل ماشي الصحراء وفوق كتافه زلاع المي، والجمل هيموت من شدة العطش بس مش قادر ايه؟ ايش؟ ما رأيكم في هذا المثال؟ يبقى جمل نفسه في ندعه ميه مش قادر يحصلها، والميه فوق كتافه بالايه؟ بالارم ما شاء الله. فهذا حظ الذي يعرف العلم ولكن لا يطبقه ولا يدعو غيره اليه. اذا كل واحد منا لابد ان يسال نفسه العلم الذي يطلبه هل هو يقربه الى الله ام يصرفه عن الله؟ اولا. ثانيا، هذا العلم عندما يطلبه هل هو يعمل به ويدعو إليه أم يطلبه دون أن يصنع ذلك؟ فإن كان يعمل به ويدعو إليه فليسعد وليحمد الله عز وجل أن وفقه وسدد وأعانه وأرشده وهداه، وإن كانت الثانية فليستغفر وليستعتب. ثم بعد ذلك أخيرا في قسمة العلوم، العلوم تتفاوت بتفاوت طالبيها زمنا وحالا ومكانا. ما معنى هذه الجملة؟ يعني مثلا لو إن في هناك واحد مبتدئ في طلب العلم، هل العلوم التي يحتاجها هي العلوم التي يحتاجها واحد متضلع في العلم ولا المسألة مختلفة؟
إذن المسألة مختلفة. ماشي؟ طيب لو في هناك إنسان متفرغ لطلب العلم وهناك إنسان بيشتغل مثلا فلاح، واحد فلاح، ما لابد المسلمين بفهم الفلاحين والتجار والمهندسين والطباء، كل الأشكال تكون موجودة، لأنه لا يمكن أن احنا نفرغ الأمة كلها طلب العلم. نقفل بقى المصانع والمؤسسات والشركات والجامعات والمدارس والتجارات والناس تسيب مزارعها وتجارتها، عجلة الكون وحركة الحياة ستقف، وهذا لم يكن في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل لو رجعنا إلى أعلام الموقعين لابن القيم بيذكر طبقات أصحاب الفتوى من الصحابة، إذا الصحابة كلهم ما كانش علماء، لم يكن الصحابة جميعا علماء، بل كانت هناك طائفة من الصحابة كانوا مشهورين بالعلم، كانوا مشهورين بالفتوى، كانوا مشهورين بالتدقيق والتنقيب والفحص والمحص، كانوا مشهورين بذلك، وعامة الناس يرجعون إليهم لمعرفة حكم الشرع في هذه المسألة. وهذا قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. يبقى رجل الفلاح أو النقاش أو الخياط أو التاجر أو المهندس أو الطبيب، إذا لم يكن عنده من الأهلية والوقت ما يطلب به العلم، خلاص هو معذور، هو معذور. يعمل إيه؟ يذهب لسؤال أهل العلم، يذهب لسؤال أهل العلم، يسألهم، يسألهم. طب هذا الرجل المتفرغ والمتضلع بالعلم وحامل لواء العلم في قلبه، هل هذا رجل حاله كحال المشغول بصناعته أو تجارته، طلبه زي طلب ده، ولا بيختلف؟ بيختلف. إذن أحوال الناس في الطلب تختلف باختلاف أفرادهم حالا وزمانا ومكانا، حالا وزمانا ومكانا. ممكن وأنا طالب في الجامعة أطلب العلم، وبعد ما تزوج بكل أولاد أطلب العلم، لكن يا ترى طالب العلم في ذلك الوقت كطالب العلم في ذلك الوقت ولا يختلف؟ هيختلف قوة أو ضعفا، قوة أو ضعفا. حاجة تانية ممكن برضك، إن الإنسان لا يطلب إلا ما يريد، وهذا ما يسمى بطلب العلوم الضرورية. يعني يريد إن الناس كلها تعرف ما يجب عليها ضرورة أن يعرفوه. يعني مثلا يجب على الناس أن يعرفوا الله عز وجل ويحبوه ويطيعوه. اثنين، يجب على الناس أن يعرفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحبوه ويطيعوه. ثلاثة، يجب على الناس أن يعرفوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة إجمالية، وأن يعرفوا بعضهم معرفة تفصيلية، ويحبوهم وينصروهم ويدافعوا عنهم. أربعة، يجب على الناس أن يعرفوا كيف يطيعون ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، يعرفهم مثلا الطهارات والنجاسات، يعرفهم كيف يتوضؤون ويغتسلون، يعرفهم كيف يؤذنون، كيف يأمون الناس بالصلاة، كيف يصلون، وتفصيلات ذلك بصورة إجمالية، لأن الناس جميعا تصلي. إذا حاجاتنا إلى معرفة الصلاة حاجة ضرورية، لأننا نصلي، كل من صلي، يبقى لابد نعرف إيه الصلاة دي، لأن إحنا بنمارسها، يبقى لابد نتعلم الصلاة تعليما صحيحا. مثلا رجل يريد أن يحج، يريد أن يحج، يجب عليه شرعا أن يعرف كيفية الحج الصحيح. طيب قبل أن يحج هل تجب عليه هذه المعرفة؟ لا تجب عليه هذه المعرفة، لكن تجب عليه هذه المعرفة قبل أن يحج. إن كانت عنده أهلية علمية يجيب الكتب ويقرأ ويروح للمشايخ ويسأل ويناقشهم ويطلب نفس العلم. طب إذا لم تكن عنده أهلية يطلب العلم بنفسه يعمل إيه؟ يسأل، يروح لرجل يا عم الشيخ ربنا وفقني وأنا هطلع أحج، إيه المطلوب مني شرعا؟ أعمل إيه؟ يقول له مطلوب منك نمرة واحد،
إن أنت تعرف إيه الميقات، وقبل الميقات تتجهز، فلا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. وبعدين بعد ذلك تنزل إلى مكة أو إلى المدينة، نزلت إلى مكة تعمل مثلا طواف أو تعمل عمرة، تعمل عمرة ديت، عمرة ديت مكونة من الطواف حول الكعبة وبعدين بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. ها؟ وما سوى ذلك كله من سنة العمرة. وتنتهي العمرة بإيه؟ بالقص أو الحلق، والحلق أفضل. الكلمتين دول الرجل يعرف يطبق ويعرف. أنا لو درسوهم في الكتاب أقرأهم مثلا في حوالي 20 صفحة، لكن ممكن الرجل البسيط يعرفه في إيه؟ كلمتين بساط. افترضنا مثلا واحد عنده مال، إذا لابد أن يعرف كيف يزكي عن هذا المال. المعرفة دي ضرورية ولا غير ضرورية؟ ضرورية. طب واحد عاوز يتجوز يعمل إيه؟ لابد أن يعرف كيف يعامل زوجته. طيب زوجته حامل، لابد أن يتعلم إيه الآداب الشرعية المتعلقة بالحمل وما بعد الحمل. لو في هناك مولود يعمل إيه؟ إيه العقيقة؟ وتكون إزاي؟ وإمتى؟ ويدعيلها مين؟ يتعلم الحاجات دي. طب معرفة هذه الأشياء عند حدوثها، عند حدوثها ضرورة مش ضرورة؟ ضرورة. طب لو واحد مش متجوز وأراد يعرف هذه الأشياء، مش معرفة إيه؟ ضرورية. طب واحد فقير عاوز يتعلم كيفية الزكاة، تكون هذه المعرفة معرفة إيه؟ غير ضرورية، غير ضرورية. طب واحد ليست عنده قدرة على الحج ويريد أن يعرف كيفية الحج وكيفية العمرة، إذا هذه المعرفة غير إيه؟ غير ضرورية. اللهم إلا إذا لم يكن في هذا المكان من يعلم الناس فأراد أن يتعلم ذلك ليعلم غيره. يبقى إذا مسألة طلب العلوم بتتفاوت الأفراد، بتتفاوت الأفراد. هذه بعض الأمور المتعلقة بقسمة العلوم. لم يتبقى لنا إلا عدة نقاط يسيرة. النقطة الأولى، لماذا نطلب العلم وإلى متى نطلب العلم؟ ونكتفي بذلك وننهي حتى لا أطيل على حضراتكم. هناك علاقة بين السؤالين، والإجابة عن الأول هو إجابة عن الثاني. الإجابة عن الأول إجابة عن الثاني، فلا تقلق، لن نجيب عن سؤالين، ولكن الإجابة عن أحدهما إجابات عن السؤالين معا. لماذا أطلب العلم؟ إذا عرفت لماذا تطلب العلم ستعرف إلى متى تطلب العلم. بعض الناس يقول لك أنا عاوز كتاب في التوحيد، كتاب في الفقه، كتاب في السير، كتاب في كذا، وبعد ما خلص هذه يبقى أنا إيه قطعت مرتبة العلم. نيجي بقى على مرتبة الحركة بقى عندك، حركة إيه وتات إيه. يعني بعض الناس بيظنوا إن العلم ده مرحلة، وبعد ما خلص مرحلة العلم ديت نبدأ مرحلة الإيه؟ الحركة. طبعا هذا تصور سيدين لكم من خلال حديثي أنه يحتاج إلى إعادة نظر. تصور هذا يحتاج إلى إعادة نظر. بالضبط زي الناس يقول لك إحنا هنقعد مرحلة للتربية، يقول لك الناس ما بتترباش. طيب انت هتعمل ايه؟ احنا هنربي الناس، وهنربي الناس خلال سنتين. طب افترضنا مرت سنتين والناس ما تربتش، نعمل ايه؟ طب وانت ازاي هتعرف الناس اتربت؟ هل تعمل لهم اختبارات قدرات واختبار شفا وتحريري؟ طبعا يا اخوان دي مسائل عجيبه جدا. الشاهد اطلب العلم ارضاء لله عز وجل، دي اول حاجه. بطلب العلم ليه؟ لكي ارضي الله سبحانه وتعالى. أقول كده رؤوس سريعة، لأن لو كل نقطة وقفت عندها سأطيل إطالة شديدة، ولا أريد أن أملكم من أول مرة، يعني ما تبقاش بقى عشان إيه؟ يعني براجع دماغ. أولا طاعة لله عز وجل. لماذا؟ لأن العلم عبادة. العلم عبادة. طيب ولماذا العلم عبادة؟ لأن العلم ده هو ربنا يحبه. يحبه، وكل شيء يحبه الله فطلبه طاعة وعبادة. فالعبادة اسم جامع،
اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. من تاني تعرف ده؟ العبادة اسم جامع، اسم كبير قوي، زي لما نقول مسجد التوحيد، مسجد التوحيد ده اسم جامع عبارة عن مثلا ثلاث أدوار، كم دور يا ثلاث أدوار، وربنا يكبر يا رب كامل وكامل ثلاث أدوار، وفي هناك مكان للنساء، وفي دوار مي، وفي هناك أعمدة، وفي هناك مراوح، وفي هناك أسوأ، وفي هناك مش عارف إيه، وفي هناك مكت، وفي هناك كذا. إذا المجموع ده كله هو الإيه؟ هو المسجد برضك. يبقى مسجد التوحيد ده اسم جامع بيلم الحاجات دي كلها. كذلك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طب قول ظاهر زي إيه؟ قراءة القرآن، شهادة الحق. طب قول باطن زي إيه إخواني؟ زي التصديق، زي الإقرار، إن قلبك يصدق بربنا سبحانه وتعالى ويقر به، لا تجد في قلبك شكا ولا اضطرابا. إذن هذا قول القلب. طيب عمل ظاهر زي إيه؟ السعي للمساجد، صلة الأرحام، مثلا طلب العلم، الصلاة، الصيام، زكاة، كذا، دي كلها أعمال ظاهرة. طب أعمال باطنة زي إيه؟ زي إيه؟ زي حب الله، الخوف من الله، خشية الله، الرغبة، الرهبة، التوكل، هذه كل أعمال باطنة. إذن كلمة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طب العلم النافع ده ربنا يحبه ولا يحبهوش؟ العلم النافع اللي هو بيوصل لربنا، ربنا يحبه ولا لا يحبه؟ أجيبوني أيها العباد، يا عباد الله، العلم يوصلك لربنا، العلم النافع ده ربنا بيحبه ولا لا يحبه؟ يحب. طيب طالما بيحبه يبقى العلم النافع ده عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. إذا العلم النافع أطلبه لأنه عبادة، عبادة أطيع بها الله عز وجل. بل قد يكون طلب العلم مقدما على بعض المندوبات والمستحبات، قد يكون. افترضنا الواحد لو صام سيقطعه الصوم عن طلب العلم، يعمل ايه؟ يقول لك لا انا هصوم لان الصوم ده، لا افطر، افطر واطلب العلم. طب واحد لو اقام الليل سيقطعه ذلك عن طلب العلم، يقدم طلب العلم على القيام. ولو جمعت بين الصيام والقيام وطلب العلم لكان ذلك هو الأفضل والأسد والأعظم هديا وتأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أطلب العلم طاعة وعبادة وقربة إلى الله عز وجل. ما رأيكم في هذه؟ أزيدكم واحدة؟ أزيدكم. أطلب العلم لأن العلم يزداد الإيمان به، الإيمان بيزداد بطلب العلم، الإيمان بيزداد بطلب العلم. يا إخواني لو واحد يعرف إن إحنا بعد الموت هيبقى في بعث، وبعد البعث في جنة أو نار، بس كده، ما يعرفش أي حاجة غير كده إلا كده. واحد تاني بقى عارف بقى معرفة أوسع من كده شوية، عارف إن هناك بعث وفي هناك نشور وهناك حشر وهناك موقف وهناك حساب وهناك ميزان، ها، وفي هناك حوض يشرب الناس منه أو يدفعون عنه، وفي هناك بعض الأشياء التي تحدث في أرض المحشر كاقتراب الشمس من رؤوس العباد حتى يكون الناس في عرقهم بقدر أعمالهم، بقدر أعمالهم الشمس تكون منك على قدر ميل. وروي الحديث، أحد رواة الحديث بيفسر كلمة الميل بتفسيرين، إما أن هي الميل المسافة أو الميل الذي يوضع فيه في المكحلة حتى قد كده، عد سنتيمترات، ياه، يعني الشمس فوق راسك بينه وبين راسك عد سنتيمترات. تصور كيف يكون حال الناس، فالناس
لهول ذلك الموقف يسألون الله أن ينجيهم من هذا الموقف ولو إلى النار. شوفوا الدرجة إيه؟ ولو إلى النار، من هول الموقف ولو إلى النار، يا رب دخلنا النار ولو إلى النار من هول هذا الموقف. نسأل الله تعالى السلام وحسن الخاتمة، سبحان الله. ثم بعد ذلك هناك الصراط، وما أدراك ما الصراط. ثم هناك الجنة وما فيها وما عد الله تعالى للمتقين، وهناك النار، وهناك النار. الجنة درجات، درجات مقامات عالية. أما النار فحالها كحال البئر، لها شفير وهي دركات تحت، سبحان الله. فأهل النار يقذفون في النار، يقذفون في النار. أما أهل الجنة فيساقون إلى الجنة وفودا مكرمين، تلقاهم الملائكة بالسلام والبشارة، سبحان الله. لو إن في هناك إنسان عارف كل هذه التفاصيل، يا ترى هل يكون إيمانه بالغيب في هذه المسائل أقوى من الآخر ولا زيه؟ هيكون أقوى. ولذلك إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل إيمانه كإيمان الصحابة؟ كإيمان الصحابة؟ لا، إن فصل إيمانه أكثر، إيمانه أكثر. طيب إيمان أبو بكر وعمر كإيمان أحد الصحابة؟ لا يمكن، إيمان أبو بكر وعمر أعلى. طيب إيمان الصحابة كإيمان نحن؟ لا يمكن. إذن كلما ازداد العلم كلما ازداد الإيمان. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لإمام مسلم في كتاب الإيمان: أما العلم، أما الإيمان الذي أصله التصديق فإنه يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. النظر والعلم يزيد بكثرة النظر أي بكثرة العلم، وتظاهر، تظاهر أي تواتر وتتابع. كلما كثرت الأدلة كلما عظم العلم كلما عظم الإيمان. أما مطلوب مني شرعا إن إيماني يزداد، ولا مطلوب منكم شرعا أن يكون علم؟ إن مطلوب شرعا زيادة الإيمان ولا نقصان الإيمان؟ زيادة الإيمان. قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد زيادة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته، زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فإيه؟ فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا الإيمان مطلوب شرعا أن تجعله زائدا، تزود إيمانك، تزود إيمانك. الصحابي الجليل عندما سئل عن زيادة الإيمان ونقصان قال: إن إذا ذكرنا الله وسبحنا واستغفرنا فذلك زيادة، وإذا نسينا وغفلنا وقصرنا فذلك نقصان. وزيادة الإيمان ونقصانه هذا عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة قاطبة، قاطبة. فالإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. إذا أنا أطلب العلم حتى يزداد بالعلم إيماني، حتى يزداد بالعلم إيماني. أكتفي بهذين النقطتين. إلى متى أطلب العلم؟ لو إذا كان بهذه الصورة، إلى متى أطلب العلم؟ الله هو الذي أجاب، الله هو الذي أجاب. في أي موضع في القرآن؟ في آخر آية في سورة الحجر اللي هي إيه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مش ده احنا قلنا طلب العلم عبادة، وربنا قال إيه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسألنا ما معنى اليقين؟ فخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر اليقين بمعنى الموت في حديث ابن مضعون عندما قال: أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه. والحديث صحيح، أتاه اليقين أي أتاه ليه؟ الموت. وبهذا التفسير فسره جمهرة المفسرين كمحمد ابن سيرين ومنقول ذلك عن غير واحد من المفسرين. إذا مطلوب أن أطلب العلم إلى ماذا؟ إلى الممات. ولله در بعض السلف عندما كان يقول: طلب العلم من المحبرة
إلى الإيه؟ إلى المقبرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يثبتنا جميعا وأن يلهمنا الرشاد جميعا وأن يزكي قلوبنا وأبداننا وأجسادنا وأوقاتنا بذكره، وأن يبارك اللهم لنا في إخواننا ومشايخنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأصحاب الحق علينا، وأن ييسر أمورنا في الأمور كلها. أنا لن يعني سأترك الأسئلة لإخواني المشايخ، أخي الشيخ محمد وأخي الشيخ مصطفى، وحتى لا أصل عليكم أكثر من ذلك إن شاء الله. يعني أترك يعني أسئلة اليوم لإخواني المشايخ إن شاء الله حتى لا أطيل، وسأخذ بعض الأسئلة وبإذن الله تعالى أقرأها وأجعل إجابتها في المرة القادمة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.